من شكل خاص وفي بروح خاصه نابعه من روح الطلبه الا وهي الانشطه التي تمثلت في دوري لكره القدم في اعمال خيريه كيوم يتيم حمله للتبرع بالدم وغيرها من الانشطه التي كانت في صلب الروح الجامعيه فنشكرهم ونشد على ايديهم بحراره وأخت لي تقدم الكلمة في حق أحد الطلبة المتميزين الذين مروا في ساحة هذه الجامعة. محمد سعيد الشراوي إطار إداري للكلية يشتغل بمرحلة القصر الكبير رفع راية المغرب بالبطولة الإفريقية للتايكوندو سنة 2018 صنف البومسي. Feliz Pascua. Feliz Pascua, mashallah.